الإخواني المؤتمرات والمؤتمرين من كل ربوع المملكة، مرحبا بكم. يسعدني في البداية باسمي الشخصي وباسم قيادة ومناضلات ومناضلي حزب الاستقلال أن أرحب بالسيد رئيس الحكومة أستاذ عزيز أقنوس وبضيوفنا الأعزاء السيدات والسادة الوزراء وأصحاب السعادة السفراء وقادة أحزاب السياسة الوطنية ولائحات نقابية وفعاليات المجتمع المدني، ونتقدم لهم جميعا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتهم دعوتنا وتشريفنا بحضورهم في هذه الجلسة الافتتاحية المؤتمر 18 لحزب الاستقلال. نعم، هي النتائج او المقدمه ديالو سياني هو المهم، هو الحله اللي كيشوف كتشوف فيها عنا كتجمع المغرب كامل في برنامج وطني سميتو اسره ينقال لها حزب الاستقلال. هذا الحزب اللي عمره 90 سنه لابد يتم يستمر، خلقوه الرواد وخاصنا نستمروا حنا الابناء على هذه المسيره تحت القياده الرشيده الجلاله الملك بمصداقيه. وتعتقدون ان الحزب ان شاء الله سيجيب على ونعتقد وان شاء الله نعتقد ونعمل ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا ان احنا في واحد العرس استقلالي اللي هو المؤتمر 18 اللي كيتواجد في بوزنيقه. الحمد لله جميع المؤشرات والخطوات كانت ايجابيه الحمد لله بحضور جميع الاستقلاليات والاستقلاليه على راسهم الاخ الامين العام الدكتور نزار بركه، وبحضور رئيس الحكومه العديد ديال الوزراء وامناء العامون ديال الاحزاب الاغلبيه والمعارضه. وهذا كيدل ان حزب الاستقلال الان وكيف ما العاده ديالو غادي في الطريق الصحيح وغيجدد النخب ان شاء الله، وكنتمناو مستقبل زاهر لبلادنا، لان هذه من الاهداف ديال حزب الاستقلال هي خلق واحد التوازن ما بين الفئات، الفئه المتوسطه والصغرى، وكذلك او الفئه الهشه، والدفاع عن البرامج الحكوميه اللي كتساهم اولا واخيرا من اجل استثمار المواطن والاستثمارات من اجل خلق فرص الشغل للشباب والشابات. طبعا تطوان احنا كحزب الاستقلال وكبرلمان ديال حزب الاستقلال من الاهداف ديالي الاولويه ديالي هي في خلق فرص الشغل للشباب والشابات ديال اقليم تطوان، ومن هنا كنحيي جميع الساكنه ديال اقليم تطوان والمناضلات والمناضلين ديال حزب الاستقلال، وكنتمنى التوفيق والتنميه، وحنا جينا من اجل التنميه ديال اقليم تطوان ومن اجل الساكنه ديال اقليم تطوان. دكتور مصطفى بلعوني عضو مؤتمر للمؤتمر العام 18 الذي ينعقد تحت شعار من اجل تجديد العهد للوطن والمواطن. هذا المؤتمر ينعقد في ظروف دقيقة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية اجتازها بالبلاد. هذا المؤتمر جاء نتيجة لنقاش كبير ومخاض عسير من اجل ان يلتئم اليوم في ظل توحيد الصفوف وفي ظل التوافق المبني كذلك على الثوابت ومبني على القيم الاستقلاليه والقيم الذي في اطار التنشئه الاجتماعيه والتربويه لحزب الاستقلال. ولذلك نحن نعتبر هذا المؤتمر نقله نوعيه في اطار الديمقراطيه. يجب ان تنتصر الديمقراطيه للخروج كذلك بواحد الجيل جديد وواحد النخبه جديده فاهمه هادمه لاشتغالها وهادمه كذلك لعملها من اجل النقل النوعيه لمعانقه التحديات المستقبليه والمقبله التي تعترض بلادنا. حزب الاستقلال يجي في اطار شعاره الذي لخصه في تجديد العهد في الوطن والمواطن، اذ الحفاظ على الثوابت، الحفاظ على الملكيه، الحفاظ على الثوابت الوطنيه، الاسلام، العروبه، التعدديه، الديمقراطيه. اذا ثم النقد الذاتي، لا بد من النقد الذاتي، لان في هذه العشر سنوات الاخيره سادت ممارسات يجب ان ان ان, أن تنحي في المستقبل المنظور. سادت ممارسات هي التي اثرت سلبا على الحزب وعلى هياكله وعلى تنظيماته، واصبح حزب كذلك حزب جامد. ولذلك هذا المؤتمر يجب ان يكون مفصليا بين هذه المرحلة التي
استمرت والمرحله المقبله. ان حزب الاستقلال كيعيش واحد المحطه تاريخيه مهمه وهي محطه المؤتمر 18 اللي تحت شعار واعد وهادف تجديد العهد من اجل الوطن والمواطن، وهي فرصه بطبيعه الحال لنقاش وتبادل الراي حول مجموعه من القضايا التي تهم الوطن، سواء على المستوى السياسي او على المستوى العلاقات الخارجيه او على المستوى الاقتصادي او على المستوى الاجتماعي، وكذلك هي فرصه لتجديد النخب على مستوى افراز قياده جديده ان شاء الله اللي غادي تكون قادره على مواكبه يعني قطار التنميه اللي كيعرفوا كتعرفوا بلادنا بقياده جلاله الملك، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. واكيد انه اليومين القادمين ان شاء الله غادي يعرف ان شاء الله واحد النقاش ديال مجموعه من الاوراق اللي مهمه التي اشرت اليها، ومن خلال هذه الاوراق سيخرج بطبيعه الحال حزب الاستقلال ببيان اللي هو عباره عن توصيات من شانها ان ترسخ يعني الفكر التعادلي الحقيقي الذي اسس له الزعيم علال الفاسي. اذا فحزب الاستقلال هو الذي هو بطبيعه الحال عمر تقريبا قرن من الزمن قادر على ان يجيب على مجموعه من التساؤلات القادره على ايجاد الحلول على عده مستويات ان شاء الله. اذا ان شاء الله نطمئن الشعب المغربي بان القادم افضل ان شاء الله، القادم، وخاصه وان حزب الاستقلال هو رقم اساسي في جميع المعادلات السياسيه، وان الحزب الاستقلال بطبيعه الحال هناك يعني ورقه ديال الشباب بطبيعه الحال، وان المستقبل الحاضر والمستقبل هو للشباب، ولا بد من انخراط الشباب يعني في العمل السياسي، ومن خلال يعني مجموعه من المؤسسات اللي كيحتضنها حزب الاستقلال واحزاب اخرى. المهم الشباب يجب ان يساهم ويجب بافكاره، وهو قادر على بطبيعه الحال على ايجاد البصمات اللي هي التي من شانها ان تساعد على البحث عن الحلول ان شاء الله لبلادنا في قضايا مختلفه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.